مرحبا يا حبايبي، توحشتكم بزاف. كنتمنى من الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حبيبتي جبت لكم جديد، وجميع البنات الصراحه طلبوا مني هذه الوصفه انني نديرها، وقررت نديرها وصفه خاصه بالرؤوس البيضاء اللي كتكون في الشعر، وهذاك النوع ديال الشعر كيبغي التغذيه بزاف. يعني واخا الانسان كيبغي يدهنو بالزيت، واخا الانسان كيبغي يدير ماسكات، مي ما كيتغذاش ليه مزيان، كيبقاو ناشفين مع الحراره ديال السشوار، مع اي حاجه بقضويات كنستعملوهم كنصبغوا بهم اي برودوي شيميك كيضرر لينا الرؤوس. واخا كنقطعوهم بالمقص ولكن تيبقاو جافين بزاف، ما كيصلحوش، يعني كيتضروا. يعني كل ما حنا كنديروا الاستشوار كل ما هما كيزيدوا ينشفوا وكيوليو حرشين بزاف. وبالنسبه لهذا النوع ديال الشعر الجاف، حبيت نقدم لكم واحد الوصفه، وانا شخصيا كنستعملها لان شعري ماشي دهني، يعني شعري راه جاف. واليوم غادي ندير لكم هذا الماسك، هذا فيه غادي تحتاجوا فقط لواحد البنانه، وغادي تحتاجوا بيضة، وغادي تحتاجوا كاس من الزيت ديال لوسيور فقط. ونبداو على بركة الله. المكونات غادي تجي كالآتي: غادي نحتاجوا لهنا، غادي نحتاجوا الخلاط الكهربائي كما كتشوفوا، غادي نرميو عليه البيضة، وغادي نرميو عليه البنانة، وغادي نبقاو نضيفوا المكونات شيئا فشيئا بالزيت تاع لوسيور، ونتبعوا المراحل ان شاء الله. هانتوما كيما كتشوفوا انا رميت دابا البنانه، غادي نضيف ليها واحد البيضه. هانتوما كيما كتشوفوا انا درت البنانه وزدت عليها واحد البيضه. دابا غادي نبقى نزيد الزيت شيئا فشيئا تيولي عندي كريم. هانتوما يا احباب كيما كتشوفوا انا زدت الزيت وطحنت، انا غاليه، وغادي نبقى نزيد ونطحن، غادي نبقى نزيد ونطحن حتى تولي عندي كريمه. انا زدت دابا واحد شويه تاع الزيت، دابا غادي نبقى غاديه ونطحن غاديه ونطحن حتى يولي عندي كريمه كما غادي تشوفوا ان شاء الله. اليوم هانتوما انا بركت دابا على هنايا، هانتوما يا احباب كما كتشوفوا انا طحنت الماسك، وهانتوما كما كتشوفوا كيولي كريمي. هانتوما شتي كيولي كريمي. غادي تشدوا هذا الماسك، هذا غادي تشدوا هذا الماسك، هذا غادي ديروه في الاطراف ديال الشعر ديالكم من الاسفل، وغادي تشدوا واحد البلاستيك الغذائي وغادي تلويوه على الشعر ديالكم اللي في الاسفل، وديروا عليه واحد الفوطه تكون فازقة بالماء دافي ومعصرة، وتلويوها على الشعر ديالكم وتخليوها هكاك مدة ديك 20 دقيقة بحال هكا، كل 10 دقائق ياكو، وغادي ان شاء الله يولي الشعر مغطي مزيان. كنتمنى من الله عز وجل انها تعجبكم هذه الوصفة وتنال رضاكم، وان شاء الله في وصفات قادمة. وما تنسوش يا اعزائي الكرام انكم تشجعوني بالضغط على زر لايك وسبسكرايب والجرس، وإلا بغات شي وحده فيكم شي وصفه ولا شي حاجه تكتبها ليا في الكومنت في الاسفل، وشكرا.